انتوا لسه بتسمعوا برنامج البورصة مع إيمان شلبي على بيتر توداي بيت الصناعة. مستمعينا رجعت لكم مرة تانية، لسه مكملة معاكم حلقة النهاردة من برنامج البورصة. معاكم أنا إيمان شلبي، بكون معاكم كل يوم من السبت للخميس من الساعة 1:30 للساعة 2:30 ظهرا على الهواء مباشرة. في الفصل كانوا مشغلين أنت وحشني قوي يا حبيبي لفريد الأطرش. الحقيقة إحنا اللي كمان وحشنا قوي نسمع عن إن الصناعة مستقرة ونسمع عن استقرار الأسعار وغيره وغيره، فكل واحد بيسمع حاجة كده بيجيبها اللي هو نفسه يسمعه. معايا ومع حضراتكم دلوقتي دكتور زكريا شناوي، استشاري امراض الدواجن. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ والله في نعمه الحمد لله. منورني دلوقتي ونورتني قبل كده، وطول الوقت ان شاء الله تكون مشرفنا ونورنا في بيتر توداي. متشكرين لكم ولمجهودكم في البرامج الجميله دي. ربنا يعافيك. اللي بتوعي في المجال ده حاجه جميله وحلوه، اشكركم على مجهودك والله. يعني ربنا يعز حضرتك يا دكتور. يمكن كنت بقول دلوقتي كانوا مشغل لنا في الفاصل انت وحشني قوي لفريد الاطرش، فلا احنا كمان وحشنا قوي الصناعه والله. والله الصناعه نتمنى ان الله ما تزدهر وتنمو وتكبر، والمربين يقولوا لهم انتوا وحشنا برضو، لان صغار المربين معظمهم الفتره اللي فاتت دي للاسف تاثر جامد، ونتمنى ان هم يرجعوا تاني ويشتغلوا بكامل مجهودهم. يعني صحيح ان شاء الله باذن الله. دكتور حضرتك استشاري امراض دواجن، واحنا في فصل الشتاء وفي تقلبات جويه كبيره جدا بتحصل، انخفاض ما بين درجات الحراره، حقيقي فرق السماء والارض ما بين درجات الحراره بالليل وبالنهار، فرق حوالي 10 درجات على الاقل او 12 درجه، اكيد ده بيكون ليه تاثير على العنابر. فانا عايزه حضرتك كده يعني نستفيد من وجودك معانا النهارده وتقدم روشتة كده فيها الخلاصه للمربين يتعاملوا مع الاجواء دي ازاي ما قبل عشان ما تحصلش مشكله. والله تحت امر ربنا يخليك يا دكتور المربين، وتحت امر حضرتك. وبس علشان انا زي ما حضرتك قلت استشاري امراض دواجن، فطبيب بيطري يعني، وطب البيطري في مهنه الدواجن والانتاج الحيواني عموما هو المركز العلمي فيه اللي هو طب وقائي. طب وقائي يعني الاول نقول ايه هي اسباب الامراض وما تتشاها، صحيح، افضل كتير من ان احنا نخش ونشوفها او نعالجها. صحيح، عشان كده قلت لحضرتك ان احنا عايزين نبدا من المرحله الاول خالص، انا اعمل ايه علشان ما يبقاش عندي امراض، ولو حصلت لا قدر الله اتعامل ازاي. تمام يا فندم. هو علشان العمليه الوقائيه فتربيه الدواجن بتبدا من الاول خالص من تجهيز المكان المناسب لها اللي هو يحميها من تقلبات الجو. تمام، ده اهم مثلا موضوع. لحظه واحده خليك معايا مع حضرتك. هو تقريبا يعني في دوشة عند حضرتك صح؟ شوية انا احاول اشوف مكان هادي شوية. تمام احنا تمام. هو يهمنا في الموضوع بس ان يكون في المكان اللي هيستقبل فيه القطيع بتاعه لازم يكون متجهز كويس، معزول كويس، وسائل التهوية كويسة، وسائل التدفئة كويسة، معزول حراريا لكن بعيد شوية عن التربية المنزلية الثانية لو كان هو بالفعل ناوي يعمل مشروع دواجن يعني. ومشروع الدواجن يمكن أنا قلت قبل كده لحضرتك بيبدأ من 500 كتكوت لغاية 50,000 كتكوت لغاية 500,000 كتكوت، بيقبل إن هو يعني يبدأ مشروع صغير بأي عدد ممكن، بس كل ما في الموضوع إن هو يقدر يوفر له وسائل الحياة اللي تخليه تنمو وما تخليه ينمو وتخليه يعني أمراضه تبقى قليلة. تمام. طيب ايه بقى يا دكتور الامراض اللي بتظهر في فصل الشتاء بالنسبه للدواجن، وازاي ممكن ياخد باله منها المربي في ظل التقلبات الجويه دي؟ هو لو هو مربي كسلين او بيض مائده او يعني ده المربي اللي احنا بنتخاطب معاه وبنكلمه اللي هو مربي التسمين او بيض المائده، ومربي التسمين عنده مجموعه امراض يجب ان هو ياخد باله منها، وكل واحده منهم لها طريقه علاج مختلفه تماما. لو قلنا ان احنا بنتكلم على امراض الدواجن عموما بتيجي، فهي في امراض سببها فيروسي، وفي امراض تانية سببها بكتيري، وفي امراض تانية سببها الرعايه، وفي نوعيه بسيطه كده بتبقى حاجه من البروتوزوا او الكائنات الاوليه اللي هي زي الكوكسيدج.
دي تقريبا تقسيمة الأمراض اللي المفروض مربي التسمين الدواجن هيبقى واخد باله منها. بالنسبة للأمراض الفيروسية دي ملهاش علاج، لها تحصين. برنامج التحصين بتاعها بيبدأ من الأمهات اللي جايبة القطيع، بتكون محصنة أمراض معينة، وهو بيستمر بيكمل معاها إجراءات التحصين علشان ما يجيلوش المرض الفيروسي ده ولا يشوف. دي جزئية. الجزئية التانية الأمراض البكتيرية وأمراض الميكوبلازما، دي بيستخدم لها برنامج وقائي زي ما اتفقنا قبل ما تظهر أعراض، بيستخدم لها برامج وقائية تحافظ على الطائر من انه يحصل له إصابة. دلوقتي الدنيا بقت يعني سلسلة الوقاية بقت متاحة بحاجات كتير، حاجات طبيعية، حاجات ما هياش مضادات حيوية، زيوت عطرية، زيوت من أصل نباتي، من أصل كيميائي، وحاجة دي كلها بتساعد ان احنا ما نستخدمش مضادات حيوية مع القطعان ونحافظ عليها من البكتيريا ومن الميكوبلازما. تمام. مضادات الكوكسيديا غالبا معظم الاعلاف اللي موجوده في السوق بيبقى مضاف عليها مضادات كوكسيديا، ولكن احنا بقدر الامكان برضو بنحط في البرنامج مع الناس اللي بتتربي، يعني بنقول له نعالج على الاقل مره ومرتين وقائي مرض الكوكسيديا. طيب دكتور، لما بيجي مربي يقول لك دكتور في تقلبات في الهواء، احنا في الشتاء والحرارة انخفضت او غيره، اعمل ايه؟ فايه الروشتة اللي بتقولها له؟ يعني اهتم ده الجزء او ده الجزء او التقسيم الرابع في الامراض او مسببات الامراض اللي هي مسببات ناتجة عن الادارة. هنقول سوء الادارة، لان الادارة نفسها عمرها ما تجيب امراض، لكن سوء الادارة. سوء الإدارة ده بقى بينطبق عليه كل الحاجات اللي احنا بنقول عليها، بدءا من اول مكان المزرعة، لازم يكون التحضين على مكان كويس، يكون موجود في الارض فرشة او حاجة تعزل الطيور عن البرد اللي واخد من الارض. لو بيربي في قفص يبقى لازم البطاريات تبقى كويسة يعني. طيب الحاجات التانية بقى اللي هو درجة الحرارة والمية النظيفة والدفع. هو مثال بس بسيط جدا يعني يقرب الدنيا للناس شوية. هو الكتكوت ده جاي أساسا من بيضة مقصبة. البيضة دي كانت حاجة كده لا حياة فيها، فيها نواة من الأنثى والبويضة وفيها الحيوان المنوي بتاع الديك، بقى البيضة علشان خاطر تبقى كتكوت وتتخلق. سبحان الخالق العظيم، احنا كل حكاية حطناها في معمل، وفرنا لها درجة حرارة كويسة ودرجة رطوبة كويسة، وقعدنا نقلبها شمال ويمين زي ما الأم الطبيعية بتقلب البيض. بعد 21 يوم ربنا نفس فيها الروح وبقت كائن حي اللي هو الكتكوت اللي احنا بنشوفه. من نعم ربنا علينا ان الكتكوت ده بينزل يعيش نفس العيشة بتاعت أبائه مباشرة، ما هوش زي الثدييات يعني ما فيش فترة تحضين ولا انه يرضع كم شهر ولا كلام زي كده. هو بينزل تاني يوم ما يفقس بياكل نفس الأكل اللي بياكله والديه. فبالتالي بقت احنا مسؤوليتنا امام هذا الطائر ان انا اوفر له نفس درجة الحرارة، نفس درجة الرطوبة، المياه الكويسة، الاكل المناسب، الفرشة اللي تحت اللي تدفيه كويس، بحيث ان هو يستمر في نموه للغرض اللي انا بستخدمه، سواء هينتج ليا بيض او هينتج تسمين. احنا دلوقتي في وقت من السنة درجات الحرارة بتبدأ بالنهار غالبا معظم الاسبوع ده او الفترة اللي فاتت كلها، نخش على دفع شوية، ولكن فرق بين الليل والنهار لا يقل عن 10 درجات، بتبقى بالنهار 27-28 وبالليل بتوصل 9-11. سبحان الله، ربنا خلق الكائن الحي ده ما بيتحملش اكتر من درجتين ازيد من المطلوب له او درجتين اقل من المطلوب له، لانه هو منظمات مراكز تنظيم الحرارة في جسمه طول ما هو طفل او هو كتكوت صغير بتبقى لم تكتمل بعد، ما عندوش قدرة ان هو يأقلم نفسه، ولا عنده ريش ولا عنده اي شيء يغطيه عشان يقدر يتفاعل مع الحرارة العالية دي، يقدر يتحكم فسيولوجيا في جسمه في حدود درجتين ازيد من المطلوب او درجتين اقل من المطلوب. اقل من كده او اكتر من كده فرق في درجات الحرارة يبدأ الطيور دي تعاني ويبدأ يحصل عليها ضغوط اللي هي الستريسس، تبدأ تخش لها مسببات الامراض الاخرى اللي بيبقى في مقدمتها اختلاف درجات الحرارة. طيب نقول الكتاكيت دي بتحتاج درجة حرارة يعني المتوسط العام 32، في ناس بتبدأ من 34 وناس بتبدأ من 30. احنا بنقول الوسط ان الكتكوت عمر يوم، في الاستقبال بيبقى درجة حرارة 34، تاني يوم مباشرة تنزل ل 33، تالت يوم من وصوله
عندي بتنزل 32 وبعد كده حضرتك بتستمر كل 7 أيام بنزل نص درجة. يعني لو أنا عندي 3 أول حاجة الرعاية، يعني أول نقطة من عشان أن أنا أخد بالي من القطيع بتاعي أو ما يحصلش عندي أي مسببات مرض أو أي أمراض لا قدر الله، أهتم بالرعاية الأولية اللي هي النقاط اللي حضرتك قلت عليها. هو رقم واحد قبل أي شيء، يعني برغم أن احنا وفرنا كتكوت كويس وعلف كويسة ومكان ربي فيه كويس، لكن الرعاية دي أنا أوفر له درجة الحرارة اللازمة، أن أنا أوفر له اللي تحت رجليه وبقى ماشي في صفة مستمرة، أوفر له المية النظيفة، أوفر له الأكل المناسب بنسبة بروتين ثابتة اللي هو طالبها، وبحجم حباية علف يقدر يبلعها حسب عمره. صحيح. يعني هو صغير علف بيبقى ناعم جدا يقدر يأكله، لما يكبر العلف يبدأ يخشن شوية بوسط، لما يكبر شوية يبقى بيلت، لما يكبر أكتر بيبقى حجم البيلت نفسها أكبر يقدر يبتلعها. فطبعا لو أنا ما تدرجتش معاه بالعلف بالصورة دي الكتكوت بتاعها هيتأثر ومش هيدي انتاجية كويس. القاتل في القصة زي ما حضرتك ذكرتي هو درجة الحرارة والفرق بينها بين الليل والنهار. أنا لابد أن أنا أجتهد أثبت درجة الحرارة بالنهار زي بالليل ثابتة تناسب عمر الطائر ده. طائر. دكتور الحقيقة شرح وافي لكل النقاط اللي ممكن تكون غايبة عن أذهان بعض المربين، فأنا بالنيابة عنه وبالنيابة عن بيتر يوتوداي أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك دايما معنا. ربنا يبارك في حضرتك. أنا أتمنى يعني أشارك بأي شيء لأن أنا حاسس بمدى مجهودكم ومدى تعبكم مع الناس، وأتمنى أن تعبكم ده الناس تقدره ويوصل عند الناس لنجاحات، واللي عايز يبدأ مشروع يبقى مرجع له، وإحنا كلنا تحت أمر الناس ما تبدأ تشتغل، وربنا يوفقنا جميعا إحنا نخلي بلدنا تتحرك خطوة لقدام، تحرك مشاريعها كلها تشتغل، من أصغر ست في البيت لغاية أكبر مربي كبير، إحنا في خدمة الجميع ومتشكرين لكم أنتم اللي أنتم بتنشروا العلم ده. العفو يا دكتور على إيه، شهادة حضرتك دي فعلا احنا نعتز بيها ونعتز بوجود خبراء في المجال زي حضرتك معانا طول الوقت. تحت امرك يا فندم، في وقت. شرف ليا. ربنا يخليك يا دكتور، شكرا لحضرتك، ميرسي لدوقتك. شرف ليا يا استاذ. ربنا يخليك. شكرا. مع حفظ الله. اتفضل يا فندم، احنا المتشكرين. شكرا جزيلا. مع الف سلامة. الله يسلمك. مستمعينا كان معايا ومع حضراتكم دلوقتي دكتور زكريا الشناوي استشاري أمراض الدواجن، والحقيقة دكتور اتكلم عن تقريبا كل أو معظم الحاجات اللي ممكن تكون غايبة عن أذهان بعض أو مش بياخد باله منها. قبل ما نقفل اللينك ده، رغم أن باشمهندس هاجر بتقولي يلا نطلع فاصل بره، هناخد بس أسعار الأعلاف النهاردة والخامات ونطلع فاصل سريع. أسعار الخامات النهاردة: الذرة الأوكراني 15200 جنيه للطن، ده جدارات أرضه. الذرة البرازيلي والأرض الأرجنتيني 15750 جنيه، وده برضو جرارات أرضه. الدرة السربي والأمريكي والبلغاري والروماني 15200 جنيه. الصويا المحلي 28000 جنيه. الصويا 46% بروتين مستوردة ب 28000 جنيه. الصويا 44% بروتين ب 27500. متوسط سعر الردة النهاردة 9500 جنيه. بكده أخدنا أسعار الخامات النهاردة، واضح فيها أن في استقرار بقالها يومين ثلاثة، وكمان أسعار الأعلاف في بعض الشركات أعلنت انخفاض الأسعار من يومين ولكن دلوقتي في ثبات. هنطلع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية مع أم كلثوم. مع أم كلثوم باشمهندس هاجر مجهزة لحضراتكم أغنية كده لذيذة لأم كلثوم، نطلع نسمعها ونرجع نكمل مرة تانية.